السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس محمد مصطفى من ايلاند اوف نوريدج. ان شاء الله هنبدأ سلسلة فيديوهات جديدة من كورس اللايت كارنت، وهنبدأ في سيستم جديد. نتمنى ان شاء الله ان الفيديوهات الجديدة تكون مفيدة لحضراتكم اكتر من الفيديوهات اللي فاتت، وكالعادة مستنيين رأيكم واقتراحاتكم على الفيديو او على الكورس بشكل عام. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الفاير الارم سيستم، وخدنا شرح تفصيلي عن السيستم دوت، وفي الآخر طبقنا على مشروع، وبعد كده دخلنا على سيستم جديد وهو البابليك أدريس سيستم، وبرضه خدنا شرح السيستم بالتفصيل، وفتحنا مجموعة كتالوجات خدنا منها بعض السبيسيفيكيشن بتاعة السيستم دوت وبتاعة كل كومبوننت موجودة فيه، وفي الآخر برضه طبقنا على بروجكت صغير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع سيستم جديد وهو الاستراكشر كيبل سيستم. في الحقيقة ده مش نظام، يعني مش زي الفاير الارم والبابليك ادرس. الموضوع هنا مختلف شوية، هو عبارة عن باسيف كيبل، يعني مفيش كهرباء، مفيش اكتيف ديفايس، مفيش بروسيسنج. هنتكلم عن مجموعة كومبوننت وبنربط بينها بكابلات عشان تأدي غرض معين، لكن مش هندخل في الاكتيف ديفايسز وفي البروسيسنج بتاع النظام بشكل عام. وكالعادة بنبدأ مع السيستم بالديفينيشن بتاعه. الاستراكشر كيبل سيستم هو كومبليت سيستم اوف كابلينج اند اسوسييتد هاردوير which provides comprehensive telecommunication infrastructure. This infrastructure serves wide range of uses such as to provide telephone service or transmit data through computer network. يعني من الاخر كده، انا عندي شبكة infrastructure عاوز أغذي بيها مجموعة من المستخدمين، ولما أوصل لكل مستخدم أو لكل مبنى هبدأ إن أنا أعمل شبكة داخلية جوه المبنى عشان أغذي المبنى بالكامل. السيستم دوت ممكن نسميه Passive Telephone and Data Network، يعني ممكن نسميه Structure Cable أو نسميه Passive Telephone and Data Network. لو حبينا نشوف الهيستوري بتاع الستراكشر كيبل سيستم ونرجع بالزمن كده شوية، زمان كانت المعلومات والبيانات الخاصة بأي شركة أو مصلحة حكومية كانت بتتخزن في ملفات في ورقة يعني، وبيبقى عندي الأرشيف جواه الورق دوت. وطبعا الموضوع دوت خطير جدا، لأن لو ورقة حصل لها حاجة أو لو المكان دوت حصل له حاجة كل المعلومات ديت بتضيع. بعد كده الناس بدأت تفكر في اختراع آلة تساعدهم في حفظ المعلومات دي، فاخترعوا جهاز الكمبيوتر، وبدأ كل موظف يبقى قدامه جهاز كمبيوتر جواه طبعا هارد ديسك بيخزن عليه كل المعلومات والبيانات الخاصة بالشغل بتاعه. بعد كده الناس بدأت تفكر وتطور تاني، وقالت عاوزين نربط كل الأجهزة اللي داخل المؤسسة الواحدة أو الشركة الواحدة على نتورك عشان كل جهاز يقدر يشوف التاني. فبدأوا يخترعوا حاجة اسمها النتورك، وهي عبارة ان انا بيبقى عندي حاجة بتربط كل الاجهزة مع بعض، وده اللي احنا ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل الدقيق في مجموعة الفيديوهات اللي جاية. بعد كده بدأت كل شركة تفكر وتعمل النتورك ديت بالطريقة اللي هي شايفاها، لحد ما كبارات العالم اجتمعوا مع بعض وعملوا قعدة عرب كده وقال لك مينفعش الكلام دوت، لازم نحط ستاندرد تكون موحدة على مستوى العالم كله. ومن هنا ظهر مفهوم النتورك أو اللين. اللين هي اختصار لـ Local Area Network، يعني الشبكة الداخلية. والشبكة الداخلية في أي مكان بتكون متقسمة لـ جزء باسيف اللي هو الكابلات وجزء أكتيف. الجزء الباسيف بيكون متقسم لـ Horizontal Cable والباك بون او الفيرتيكال كيبل، وهنشوف كل حاجه بالتفصيل اثناء الكورس ان شاء الله. الجزء الاكتيف من الشبكه اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن السويتشات، عن الراوترز، عن الفاير وول وهكذا، يعني اي حاجه فيها كهرباء بتبقى اكتيف، اي حاجه عباره عن كابلات او ما فيهاش كهرباء بتبقى باسيف. وزي ما قلنا ان كبارات العالم لما اجتمعوا وعملوا قعده عرب حطوا ستاندرد للاستراكشر كيبل
او للنتورك عشان تكون موحدة على مستوى العالم كله. الستاندرد دي زي ايه؟ زي الانسي كود اللي هي الامريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت، تليكومينيشن اندستري اسوسيشن اللي هي تي اي اي، والتي اي اي ديت ستاندرد عظيمة جدا جدا جدا. ان شاء الله واحنا بنشرح جزء التيبس اند تريكس هنفتح الستاندرد ديت ونبص فيها على معلومات، وهنلاقي فيها معلومات قيمة جدا جدا. وعندنا الايزو، وعندنا الاي اي سي، وعندنا الاي اي اي والان اف بي اي والاي تريبل اي وغيرهم من الستاندرد اللي بتتكلم عن الاستراكشر كيبل سيستم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديفينيشن وعن الهيستوري بتاع الاستراكشر كيبل، وقلنا ان في ستاندرد بتحكم الاستراكشر كيبل سيستم. نخش بعد كده على الكومبوننت بتاعه الاستراكشر كيبل سيستم ونتكلم عنها باختصار، وان شاء الله بدايه من الفيديو اللي جاي هنمسك كل كومبوننت فيهم ونتكلم عنها بالتفصيل. باختصار شديد، انا بيبقى عندي الاكتيف ديفايس سواء البي سي او الكاميرا او الواي فاي اكسس بوينت، بتكون متوصله على لومه في الحيطه او اسمها ال RJ45 اللي هي اللومه بتاعه الداتا، متوصله عن طريق كابل دوت بنسميه باتش كورد. بنوصل الجهاز في اللومه اللي في الحيطه، واللومه دي بتكون متوصله بكابل داتا في الحيطه ماشي في الحيطه او ماشي في ترانك لحد ما يوصل غرفه الاي تي اللي هي جواها راك بنوصل فيه الكابل دوت. وبعد كده الراك دوت بيجمع مجموعه اوتليت في الحيطه زي كده وينزل في الاخر على السيرفر روم، ودي الغرفه الرئيسيه بتاعه المشروع. بيكون فيها راكات كبيره جدا وفيها السيرفر بتاع المشروع، فبتقدر تدي الداتا لكل الاوتليت اللي موجوده في الادوار فوق. هنقف لحد هنا الفيديو دوت، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن الكومبوننت بتاعت الاستراكشر كيبل سيستم. شكرا.